بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناه عرب جنو لينكس، معكم عبد المجيب. اقرا الوصف. اليوم معنا واجهي سينمن 2 اللي هي ما بيعربه، اوكي، اسمه سينمن. تمام، الواجهه هذه جميله جدا. من طبعا هذه هي الواجهه، هذا الشكل الافتراضي بعد التثبيت. طبعا بعد التخصيص بطلع واجهه خرافيه. الواجهه هذه صدرت بحاجات جديده، حاجات رهيبه جدا راح نشوفها الحين، اوكي. من الاشياء اللي صدرت، تمام، من الاشياء الحلوه اللي صارت بالواجهه التالي. اول شيء اللي هو سمى ايدج تيلنج، تمام، اللي هو يعني مثلا تحط نافذه بمكان معين، اوكي. خلونا نشوف. لو مثلا فتحت مدير ملفات 1، مدير ملفات 2، مدير ملفات 3، ماشي، ممكن تحط وانا نافذه هنا، تسحب نافذة ثانية هنا. طبعا هذه الشغلة موجودة قبل السينمن، لكن الحين راح اوريكم الفرق الجديد. تمام، تحط نافذة هنا، علما انه فيه امكانية انك تحط نافذة على الزاوية مو بس بالمنطقة اليسرى. يعني لو انك جيت للزاوية هذه وحطيتها، هو تلقائيا راح يجيب لك نافذة هنا. ايضا لو فتحت نافذة جديدة، اعتقد انه راح يدور مكان فاضي ويدخل النافذة هذه، اعتقد، مش متأكد. اوه جميل جدا، اوكي، زي انتم شايفين. طيب، من الشغلات ايضا الحلوة اللي صارت بالواجهة اللي هو سمى سنابينج. تمام، السنابينج هذا عبارة عن نافذتين تفتحهم مع بعض وتشوفهم مع بعض. أقول لكم شيء، أنا عندي نافذة هذه، أوكي، أبي أشوفها كاملة، في نفس الوقت أبي أشوف هذه، بس النافذة هذه ما تهمني تصير كبيرة، أبي تصير صغيرة، أوكي. كيف أسوي الشغلة دي؟ حرك النافذة مع الضغط على زر كنترول، حطها بمكان معين، حطها هنا مثلا، أوكي. طبعا يفترض هذه مكبرة أصلا، لاحظ لما أكبر النافذة هذه ما تأخذ النافذة كاملة، ما تأخذ الشاشة كاملة، لاحظ أنها أخذت الزاوية هذه. هذا يعني إني الآن لو صغرت هذه هنا تغير حجم هذه، لو كبرته تغير حجم هذه. بمعنى اصح، اذا كنت مبرمج وفاتح نافذه شل هنا او ايا كانت، تمام، وتشتغل عليه، ممكن انك تشوف فيديو بالمنطقه هذه الصغيره، اوكي، وتاخذ بقيه المنطقه لك تلقائي بدون ما انك تتعب بتخصيص هذه وهذه، يعني تلقائيا راح تمشي مع بعض. من الاشياء ايضا اللي هي الاعدادات، عفوا، اي هي ضمن الاعدادات اللي هي الصوت. تمام، صار عندك امكانيات مؤثرات صوتيه هنا، اوكي. فالان لو جينا حطينا اللي هي مؤثرات الصوت، اوكي، لاحظ الحين انه مؤثرات الصوت ساوند افكتس هنا صار فيه مؤثرات صوتيه ممكن تختارها. انا حاليا ما عندي اصوات، نظرا يمكن لاني استخدم ارش لينكس، لكن اعتقد لينكس من 16 اللي هي البترا اللي راح تجي التوزيع الجديده راح تاخذ اصوات معده مسبقا من مطورين. فانت ممكن تختار لك اصوات معينه هنا، الاحداث معينه لما تسجل دخول، لما تطلع، لما تشبك جهاز، لما تعدل نافذ من مكان لمكان، شغلات زي هذه، ماشي. عندنا ايضا النمو اللي هو مدير الملفات، تمام. قبل مدير الملفات في حاجه ثانيه اللي هي اداره المستخدمين. اذا كنت مستخدم ممكن تضغط هنا على اكونت ديتيلز، راح تجيك نافذه صغيره جدا مهيئه لك انك تعدل بسرعه على اللي هي اعداداتك كمستخدم. لاحظ انه ممكن من هنا الان اعدل على اسمي، صورتي، كل شيء. هذه الصوره ممكن اضغط هنا واغير الصوره، تمام، على طول. يعني ممكن احط فراشه، فراشه جميله. طيب ممكن احط ما ابو شاهي، مش تلب، ما ابو طريق، هذا بطريق شكله، والله شكله بومه، والله ما ادري بطريق ولا بومه ذي. تغير اسمك من هنا بسرعه، يعني بدون ما تسوي فيلم، تغير الباسورد حقك من هنا ايضا، تمام. لاحظ راح يقول لك حط الباسورد حقك جديد والى اخره. شغلات حلوه جدا. طيب، في ايضا بداره المستخدمين شغله ثانيه، انا ما اعرف هي جديده بالاصدار هذه او ب 1.9 او 1.8 ما ادري، بس انا لاحظتها اليوم، اللي هي سينمن يوزرز اند جروبس هذه. اول رايت، راح تلاحظ انك لو حطيت على المستخدم هذا، اوكي، لاحظ المجموعات حقته، لو حاب تضيفه للمجموعه اضغط هنا، حط علامه صح على المجموعه اللي حاب تدخل عليها المجموعه المستخدم هذه وخلاص، اوكي. عندنا اللي هي اوكي، عندنا سيستم تراي فايل اوبريشن. الان عندك ملف تنسخه، ملف كبير، مو بيطلع لك بالشاشه شيء يمشي يحمل الملف هذا. لو سكرت النافذه هذه، النافذه هذه تصغر هنا بالمنطقة هذه، ثم تشوف في فايل اوبريشن دائرة تكتمل. طبعا ما عندي ملف كبير اسويه تشوفونه، لكن هذه الفكرة، اوكي. صارت الواجهة اسرع من قبل. لو فتحنا النمو الحين، اوكي، لاحظوا النمو الحين صار اسرع من قبل. ممكن ما تلاحظوا ذي، لكن لو استخدمت النمو سابقا كان فيه شوي يعني زي ما تقول مو بلاق، ما ادري ايش اسميه. عموما صار اسرع من قبل، يفتح ويسكر بسرعة، تمام. لو جيت فتحت مثلا فتح استخدام، اوكي، راح تلاحظ انه هنا حطوا لك شغله اللي هي انتر كمان. فانت ممكن تفتح ملف معين، والله هذا ملف فيديو، ابي افتح ملف الفيديو بالبرنامج الفلاني ويكون تلقائيا مكبر. فانا ممكن اعطي امر معين هنا، احفظ الامر هذا بالقائمه هنا، ثم اتركه بشكل ديفولت اللي هو افتراضي. لما افتح اي فيديو تلقائيا اضغط على دبل كليك، البرنامج هذا ينفتح بشاشه كبيره. هذه واحده من الاشياء اللي ممكن تسوي، ممكن تسوي حاجات اكثر من كذا. طيب، جنوم
الان باقي الحاجات اللي هي غير مرئيه. واجهه جنوم صارت غير متطلبه يعني او اقل تطلب من سابقا. على لينكس مينت ممكن تركب يعني جنوم شل وتكون منفصله بشكل تام عن سينمون اوكي. لكن ايضا سينمون ممكن ثبت على توزيع ثاني الحين بدون ما نتطلب جنوم شل او مكتبات جنوم. تطلب بشفت ان طلبت مكتبتين جنوم منيوز وواحده ثانيه جنوم والله ما ادري اسمها تمام بس اوكي. هذا اللي طلبته. ايضا فيها الجي تي كي طبعا سواء على جنوم او غيره فهم متطلب اساسا اوكي. صار في دعم افضل لقيت اللي هي دعم اللغات. ايضا صار في دعم لايت دي ام والام دي ام اللي هو مدير الدخول ومدير العرض اللي تستخدم منه المستخدمين. صار في دعم الاثنين. سابقا كانت تدعم ام دي ام فقط الحين صار في دعم الاثنين. هذا يعني انه لو كان يشتغل وضغط على اسم المستخدم هذا سويت سويتش يوزر راح يسوي لك سويتش يوزر على الاثنين اللي هو لايت دي ام وام دي ام. انتهى الدرس حق اليوم. اي مشاكل اي شيء تواجهه مع الواجهه الجديده هذه عندك تحت رابط منتدى الدعم. نشوفكم ان شاء الله في درس قادم. في امان الله.